the Valley Queen. Maria is the off road champ, and Derek's a big machine. EJ's friend is Izzy, Miles never bends. Do you know you'll always grow with your trusted friends? You ought to know, you ought to be good. When you excel, you ought to finish well. Franklin has the answer, Professor blows it up. So now you know about the show, you ought to be good. So live and play every day, you ought to be good. مرحبا أستاذ، ما الذي أصابك؟ أوه، صباح الخير ماريا. أفترض أنك لا ترينني وأنا أنظف. عادة تكون مشغولا جدا. نعم، ولكن يصعب علي العمل عندما تعم الفوضى المختبر. والآن بعد أن أصبح نظيفا بدأت أشعر مجددا بالإلهام. هاي، مرحبا ماريا، مرحبا أستاذ. انتبها، لا تنظر مباشرة إلى هيكل اللامع. أرى سيارة خرجت للتو من مغسل سكويكيز. لما تغتسل كثيرا هذه الأيام جوني؟ حسنا، عندما تكون نظيفا تشعر أنك بحال أفضل، فتشعر بالراحة والثقة قرب سيارات أخرى، كما أنه بعد القيادة طوال النهار يمكن أن تلتقط الكثير من البق. البق؟ نعم البق، فهي تنسحق على شبكتك وغطائك حتى إنها تظهر على مصابيحك. لقد أعطيتماني للتو فكرة رائعة. لا تشعر السيارة بالراحة إلا إذا كانت نظيفة وكان منزلها مرتبا. لا تبدين بحاجة إلى الغسيل ماريا. هذا صحيح، لكنني أشعر بالامتنان تجاه إيلرود لمساعدته لي ذلك اليوم. كنت أفكر بطريقة لأرد له الجميل وأساعده في الوقت عينه، وأظن أن طاقم تنظيف كبير سيقوم بزيارته. يقع منزل إيلرود في آخر الطريق. أشكركم جميعاً لمجيئكم معي. الآن تذكروا، مهما كانت ردة فعلكم الأولى تجاه إيلرود، أعتقد أن هناك إمكانية كبيرة للنجاح. لا أظن ذلك. هل أنتم جاهزون؟ حسناً، ها قد وصلنا. لا، هذا احتلال. إيلرود، هذه أنا ماريا. أتذكر أنك سحبتني إلى البلدة؟ ماذا؟ هذه أنت، ومن هؤلاء؟ هؤلاء هم أصدقائي. هذا هو الأستاذ، وهذا ديريك، وهذا جوني. وهذا هو الكوكو. انظر إلى السماء، أهي طائرة؟ أهو بطل خارق؟ لا، إنه كوكو. الحقيقة اسمي هو إي جي. أعرف أنك لا تحب الزوار، ولكنني أريد أن أرد لك معروفك عندما ساعدتني، لذا قررنا أن نمضي النهار ونحن ننظف لك منزلك. وهل هو بحاجة إلى التنظيف؟ بعدها سنذهب إلى المدينة معاً كي نقوم بغسلك في سكويكيز. حسناً، يجب أن أفكر بهذا الأمر قليلاً، ولكن إن كنت تظنين أنه بحاجة للتنظيف، هيا أرجوك تفضلي. تعرف، إنه لأمر غريب جداً كيف أنك يا صديقي تمكنت من العيش هنا وحدك كل هذه الفترة. أخبرني، ماذا تفعل بشأن الوقود؟ حسناً، أنا أحاول تفادي تناول الخيار والملفوف. الخيار؟ أوه، لا لا لا، لم أقصد هذا، أعني ما قصدته بالضبط، هو شيء مختلف تماماً. نعم أعرف ذلك، ولكنني كنت أمازحك يا أستاذ، أتعلم؟ ولكن بجدية، بقيت كمية صغيرة هناك حيث أصنع وقودي الخاص. إنه قوي المفعول، ولكنه بالفعل سلس. أتود أن تجربه؟ ربما لاحقا. أنا ممتلئ تماما.
إذن يا سيد إيلرود، ألم تذهب يوماً إلى مغسل السيارات؟ مغسل السيارات؟ أجل، إنه رائع حقاً، فهناك يتم رش الماء عليك. أوه، أنا لا أحب أن أتبلل، شكراً لك. لا بأس بها، لأنه يتم تجفيفك أيضاً. إذن، لما أتبلل في الأساس؟ اسمع إيلرود، لقد نظفت دوارة الريح وزيتها أيضاً، انظر. أيفترض بها أن تعمل هكذا؟ نعم. إذن هذا رائع. نكاد ننتهي، ما رأيك؟ مكان قديم لن يبدو بحال أفضل. ربما الآن قد أدعو بعض السيارات لزيارتي بدل أن يمروا هم لزيارتي دائما. حسناً، نحن نريدك أن تأتي معنا إلى المدينة. برأيكم إيلرود بحاجة إلى التنظيف أيضاً؟ أحياناً يمكن أن يكون لذلك تأثير لطيف. هيا إيلرود، أعتقد أنه سيعجبك. حسناً، كما تشائين يا ماريا. إذن هنا يتم تبليل السيارات ثم تجفيفها. تعال دعني أريك، إنه يقوم بكل هذه الأمور كي تخرج نظيفاً جداً. حسناً، إنه قوي قليلاً، ولكن لا تقلق، سنجهز لك مجرفة في حال فقدت أي قطعة. إذن كيف تشعر؟ حسناً، أشعر كأنني نظيف جداً. أحسنت، وجهتنا هي متجر قطع الغيار لنشتري بعض القطع. يبدو هذا رائعاً إيلرود، كيف تشعر؟ سأحتاج إلى بعض الوقت لأعتاد عليها، قطع جديدة تتعامل بشكل جديد. ما زال أمامنا وجهة أخيرة، منتجع ومتجر ماكسين لقطع السيارات. أظن أن ماكسين بانتظارك إيلرود. هلا شرحت الآن لماكسين لو سمحت وضع إيلرود؟ بالطبع، قلت لها إن إيلرود أحد أصدقاء فرانكلين القدامى. بدت ماكسين متحمسة. حسنا، ما الأمر المثير في متجر ماكسين؟ مرحبا فرانكلين، نحن وكنا حسناً كما ترى، تقوم ماكسين ب ما نحاول أن نقوله لك. اسمع، الأمر هو هذا يكفي، أخبروني ما الذي يجري. حسناً، مرحباً فرانكلين. إيلرود، تبدو جيداً. بالفعل أشعر أنني كذلك، ينتابني شعور جيد تجاه العديد من الأمور هنا. نعم، لقد أثبت علمياً أنه إن كنت نظيفاً ومرتباً سيكون كل جزء من حياتك منظماً وتحت السيطرة. رتب أصدقاؤك كل هذا فرانكلين، حتى إنهم نظفوا منزلي. كل ما أردته هو أن أرد الجميل لإيلرود لأنه ساعدني ذلك اليوم. أهذا حقاً ما أردت القيام به ماريا؟ فرانكلين، هل تعرف أن إيلرود يصنع وقوده الخاص؟ وقد ابتكر مزود مياه، وهو يصنع أشياء مدهشة بالخردة. إذا أمضيت بعض الوقت برفقته سأتعلم الكثير من الأمور. في وقت لاحق أستاذ، أظن أنه حان دوري لأمضي بعض الوقت معه. حسناً إيلرود، أتود أن تقوم معي بجولة في مدينة السيارات؟ نعم، أود أن أرى مدينتك الصغيرة فرانكلين. جيد، لنمر بمرأب السيد مورغان، أنا متأكد من أنه يود الانضمام إلينا، لقد مر وقت طويل جداً.
اعلموا يا أصدقاء أن النيزك يضيء بسبب الاحتكاك الناتج عن حركته السريعة عبر غلاف الأرض الجوي. يمكن سقوط مئات النيازك في وقت واحد. هذه الحشود تسمى وابل النيازك. ووفقاً لحساباتي، ليلة الغد سنشهد استثنائياً وابلاً من النيازك. ونحن نتوقع أن تكون السماء صافية، لذا يجب أن تكون الرؤية واضحة جداً. شكراً لك كالي. إن النقطة فوق الخليج مكان مثالي لمشاهدة النيازك. ولكن ماذا عن الشهب يا أستاذ؟ هل سنتمكن من رؤية أي منها؟ نحن نرى شريطاً من الضوء عندما يدخل نيزك ما غلاف الأرض الجوي، وهذا ما يسميه البعض بالشهاب، لذا فهما الشيء نفسه، وغداً سنرى الكثير منها. واو، سيكون هذا رائعاً جداً. أنا لم أرى وابل نيازك من قبل إيزي. أنا متحمسة. الأمر مثير بالنسبة لي أنا أيضاً إيزي. مهلا، دعوني أرى الآن. يمكن أن تكون ماريا أو ربما ديريك وربما إيزي، أو ربما يكون ذلك المخلوق الغريب من المستنقع الذي رأيته في الفيلم السينمائي. ها، هذا مضحك جدا جوني. مهلا، أنا أعرف هذا الصوت جيدا، إنها صديقتي العزيزة ماريا. صديقتي العزيزة؟ طبعا، ومعي ما يناسبك تماما، قصيمة لغسيل مجاني في مغسل سكويكيز. أنت تعرفين لن تكون نظيفة ما لم تذهبي إلى مغسل سكويكيز. حسنا، هذا لطف كبير منك جوني، شكرا لك. لكن ما سبب هذه الهدية يا ترى؟ ماذا؟ أيجب أن يكون هناك سبب ما؟ أنت تعرفينني، أنا كريم جدا، هذا كل شيء. هذا صحيح. حسناً، يجب أن أفكر متى سيكون أفضل وقت لأستخدمها. هاي، مرحباً مايلز، كيف حالك يا أعز أصدقائي؟ أعز أصدقائي؟ هل هناك شيء تريدني أن أصلحه لك؟ طبعاً لا، لقد جئت أعطيك هذه، إنها الطبعة الجديدة المنقحة لدليل القيادة بأمان. دليل القيادة الجديد؟ شكراً، كنت آمل أن أحصل على نسخة. مهلاً لحظة، ولما تعطيني إياه؟ لما أنت مرتاب هكذا مايلز؟ أنت صديقي، وصدف أنني كريم جداً. حسناً، شكراً صديقي. في الحقيقة أنا آسفة جداً بشأن الجدار يا صديقي الصغير، بدا لي وكأنه ظهر من العدم. تالي، ديريك، كنت أبحث عنكما، تفضلا، جلبت لكما شيئاً. أحسنتِ كالي، قلت جلبت لنا شيئاً؟ جلبت لك ديريك لاصق دفاع كتب عليه الشاحنة جذابة حقاً، وجلبت لك كالي زينة بشكل نجمة براقة لتضعيها في أعلى الهوائي. إنها رائعة فعلاً، شكراً لك. شكراً، هذا رائع يا جوني. هل من سبب لهذه الهدايا؟ حسناً، هناك سبب. أظن أنني أتصرف بكرم كبير، أراكما لاحقاً. انظر ديريك، إنها لماعة حقاً. نعم، هذا صحيح، ولكن ألم يفاجئك هذا؟ لا، فهي تناسبني تماماً. هيا، فلنذهب لنرى ماذا يجري. ماريا، مايلز، هل تلقيتما أي هدية؟ حسناً، كيف عرفت؟ مجرد حد. هاي، إنه يوم رائع، تذكروا، في الأسبوع المقبل سنصوت لملك الثلج، وملك الثلج يجب أن يكون السيارة الأكثر روعة والأكثر كرماً كما تعلمون. ملك الثلج. ملك الثلج؟ أعطانا جوني الهدايا ونحن اعتقدنا أنه فعل ذلك لأنه كريم. يبدو لي أن جوني كان يحاول الحصول على أصوات. هذا صحيح، ولكنني كنت أتصرف بكرم. جوني، الكرم هو أن تعطي من قلبك من دون أن تتوقع شيئا بالمقابل. صحيح، هذا ما نراه دائما. ابقى متيقظا دائما جوني. إذا انتبهت جيدا يمكنك أن ترى أمثلة كثيرة عن الكرم دائما. جاهز لمشاهدة النيازك إي جي؟ هيا. أنا على أتم استعداد. مهلا،
هناك خطب ما. أنا عاجز عن الحركة. ما الأمر إي جي؟ حسناً أنتما، لقد حان وقت العرض. خطب ما أصاب إي جي، إنه عاجز عن الحركة. ما العمل؟ آها، لديك عصا ربط مكسورة. نعم، هذا صحيح. لن تذهب إلى أي مكان دون قطعة تبذيل. هل سيفوتني وابل نيازك؟ لا، قد لا يظهر واحد آخر قبل فترة طويلة. هذا أمر رهيب. بدون قطعة جديدة لا يمكننا أن نفعل شيئا. حسنا، إن لم يكن قادرا على الذهاب فأنا أيضا لن أذهب. أيمكن أن أعطيه عصا الربط لدي؟ قد تلائم. حسنا، هذا ممكن فعلا، ولكن لن تتمكن أنت من الذهاب. لقد رأيت النيازك قبل بضعة سنوات وهي مدهشة حقا، لكن إي جي لم يرها، لذا لنفعل ذلك. حسنا، لنجرب ذلك، ولكن أولا، بما أن هذه العملية صعبة بعض الشيء، يجب أن أقوم بتمرين قصير. اعذروني للحظة واحدة. هيا الآن. حسناً، أنا جاهز. توقف عن الاهتزاز هكذا أستاذ. لست أنا من يهتز مايلز، بل أنت. الضوء قوي هنا مايلز، ولكنك ستتمكن من رؤية بضعة نيازك. يسرني أننا نجحنا، والآن أسرعوا وإلا ستفوتون العرض. شكرا لك أستاذ. شكرا لك يا مايلز، لا أصدق أنك فعلت ذلك لأجلي. هذا كان رائعا جدا مايلز. أوه، اذهب. إنه مشهد رائع حتى بالنسبة إلى العلماء. مهلا، انظروا، هذا نيزك لمايلز. قضيت وقتا طويلا في إزالة الأعشاب الضارة من حديقتي، فظهري يؤلمني كثيرا. أنا متأكد أنه مجرد ألم بسيط في الدائنة الخشبية، دعني أحركها لك قليلا. هذا أفضل بكثير. نحن أحرار. أجل، نحن كذلك. بدأت العطلة يا فرانكلين وانتهت المدرسة. إذن ما هي مشاريعك إي جي؟ أريد أن أكون مثل جوني، لقد أنهى دراسته وأصبح مستقلاً الآن. بإمكاني أن يقوم بما يريد وساعة يشاء، هذا ما أريد القيام به. التمتع بالاستقلالية أمر رائع، وهذا المستوى من الحرية يتطلب الكثير من المسؤولية والنضج. لا بد أن لديه مشاريع منطقية. ها قد وصلوا، فلنسألهم. جوني، ما هي الطريق الطويلة؟ أراكم لاحقاً يا أصدقائي، نحن المتخرجون نقوم برحلة طويلة بمناسبة تخرجنا من المدرسة. ياهو! طبعاً النضوج يمكن أن يكون صعب الإدراك. أرأيت ما سيكون ذلك رائعاً. استقلالية، حرية، ولا أحد يقول لك ماذا تفعل أو إلى أين تذهب. أنا متشوق لأصبح مثل جوني. لحسن الحظ أن أمامك عدة سنوات لتتخرج. حسناً، ربما لن أعود إلى المدرسة مجدداً في الخريف. نعم، هذا أمر صحيح، أنا لست بحاجة للمدرسة، يمكنني أن أصبح مستقلاً كما هو جوني الآن. ولكن إي جي. شكراً لك على هذه النصيحة، سأذهب فوراً إلى المنزل لأبدأ بالتصرف باستقلالية. نعم، أنا أحب الاستقلالية. هل أنت هو
مضحك جدا، ولكن لا تطلب مني جزء العشب لأنني مستقل بالكامل، فأنا أقوم بما أريد وساعة أريد. حسنا، ولكن لدينا اليوم موعد صيانة صيفية في ورشة التصليح. إذا لم تلاحظي، أنا لست سيارة عالية الأداء، لذا أظن أنني سأنجح بالتأكيد. إي جي، تعلمنا في حصة الصحة أن الصيانة وعمليات الضبط مهمة لنسير جيدا. حصة الصحة، من الآن فصاعدا سأقرر متى أكون بحاجة إلى ضبط. في الحقيقة أن السيارات المستقلة تماما تقوم بصيانة نفسها بنفسها. هل أنت متأكد؟ ألديك دليل الاستخدام؟ إنه في مكان ما هنا. يجب أن أسرع لأصل، ربما يجدر بك أن تنتظرني حتى أعود. هذا هراء، هذا الأمر سهل جدا بالنسبة إلى السيارات المستقلة. لنرى إذن، أين دليل الاستخدام؟ ترى أين دليل الاستخدام؟ أوه، ها هو، لقد كتب هنا: تحذير، يجب أن يكون لديك المعلومات الكافية قبل أن تبدأ بعملية الصيانة. من المؤكد أنني أملك المعلومات الكافية. أولاً، افتح الغطاء. لنرى، ترى أين هو مفتاح الغطاء؟ هنا؟ لا، هذا هو؟ لا، ليس هو، ربما هذا. انظر فرانكلين، إنها برقية، وهي من جوني، ديريك ومايلز. اقرأها يا أستاذ لنسمع أخبار السيارات المستقلة. لقد كتب: نحن نمضي وقتا رائعا في رحلتنا نقطة. أها، نقطة، ولكن نفد منا الوقود والمال. أرسل لنا المال إلى هذا العنوان بسرعة، فنحن نود أن نعود إلى البيت نقطة. في الواقع هذا أفضل مما توقعت. ملاحظة: لا تذكر الأمر أمام فرانكلين نقطة، سيلقي علينا محاضرة قاسية نقطة. حسناً، من الأفضل أن تفعل ذلك فرانكلين، فعندما كنا في مثل سنهم كنا أكثر نضجاً واستقلالية. هكذا إذن؟ بالتأكيد. ولكنني أتذكر سيارة مكشوفة تقف خارج الثانوية، ألا تذكر كيف كنت تضع حزام الأمان بشكل خاطئ، وكيف كانت إطاراتك مسطحة، وكنت تترك صندوقك مفتوحاً قليلاً؟ تلك كانت الموضة. كان شكلك مضحكاً. نعم، حسناً، ولكن ربما عليك أن توبخهم. بكل تأكيد. أضف نصف لتر من الزيت. نصف لتر؟ معي ربع جالون، كيف سأحول ربع جالون إلى نصف لتر من الزيت؟ لن أقوم بذلك. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ ماذا بعد؟ مبرد المحرك، إن إضافة مزيج 50/50 تحمي محركك حتى 129 درجة مئوية. 50/50، أنا أكره الكسور والدرجات المئوية، ولكن هل يجدر بي أنا أن أفعل كل ذلك؟ مرحباً أستاذ فرانكلين، سيد مورغان. مرحباً إيزي، أين إي جي اليوم؟ كما تعرفون يتصرف باستقلالية، وهو الآن يقوم بعمل الصيانة الدورية بنفسه. يجدر بنا أن نطمئن عليه. ربما أنت محق. جاي، جئنا فقط لكي نطمئن عليك. نعم، كيف هي أعمال الصيانة؟ كل شيء على ما يرام، أنا أجلب بعض التجهيزات. أتعني كالزيت وغيره؟ أحتاج إلى 35 باونداً من الأناناس. يبدو أنك تحب الأناناس كثيراً. ليس حقاً، ولكنني أحتاجها لإطاراتي. لقد كتب بوضوح في دليل الاستعمال أنه يجب ملء الإطارات حتى 35 بألف، وأظن أن هذا يعني باونداً من الأناناس، فهذا يجعل قوة الدفع جيدة جداً. بألف تعني باونداً في كل إنش، وهذا يعني كمية ضغط الهواء التي يجب أن تضعها في إطاراتك. في الحقيقة هناك الكثير من الأمور التي تربكني في الدليل. أظن أنك ما زلت بحاجة للذهاب إلى المدرسة قبل أن تصبح مستقلاً. أنا أظن ذلك.
حتى أثناء الصيانة البسيطة نحتاج إلى الرياضيات لنفهم الكسور. العلم يعلمنا كيف تتفاعل الأشياء مع بعضها البعض، وأيضاً كيف نعبر عن أفكارنا بطريقة أفضل. هناك أمور في هذا العالم تكاد تكون مستحيلة بدون الذهاب إلى المدرسة. أتقصد أن المدرسة ستساعدني على أن أكون مستقلاً تماماً كجوني وأصدقائه؟ حسناً، المدرسة وتجارب الحياة. جوني وأصدقاؤه يختبرون الاستقلالية بينما نحن نتحدث الآن. كلما تعلمت أكثر كلما أصبحت أكثر استقلالية، والاستقلالية رائعة. نعم صحيح، إنه شعور رائع فعلاً.